لما يقف على المنصة أو يكلف بإلقاء كلمة أو شيء، أكيد هو يتحمل المسؤولية. وإن لم يكن قد المسؤولية وقد التكليف فليتنحى لغيره، لأن عملية التحدث والارتجال قد يكون في وقتنا الحالي مع انتشار الثقافة والتقاليد سهل جدا، ولكن أن ترتجل وتتحدث في موضوع معين يحتاج تخصص. فاكتشفنا الطيارين واكتشفنا المبدعين والمهندسين، ونتمنى ان نكون تلاميذ بالتجارب الرائعه. مرت عليك. كما تعلمون انه دائما لاي شيء، اي شيء كان صغير او كبير، يبدا بفكره، والفكره ان لم تدون وتكون جزء من مخططاتك واهدافك في الحياه فلن تحقق شيئا. يجب ان تكون الفكره رائعه ورائده وقادره للتنفيذ، ودون ذلك فانت تخيط من السماء مصاب. فدائما عندما نحب ان نحلم في سماء الابداع وسماء الانجاز وسماء التميز، لا بأس ان تقلد او تتعلم من شخص، ولكن يجب ان تطور. فغيرك ممن تتعلم قد طور من شخص اخر، ولكن عجلة التطوير مستمرة مع المبدعين ومع المتميزين، ولا احسب نفسي منهم، ولكن انا لا زلت اتعلم. حديثي بيكون حول الابتكارات او الجانب العلمي في الاختراع. الحمد لله لدي قرابة 15 ابتكار علمي، ولا أسميه اختراع لأن الاختراع مسمى كشيء علمي، أن تكون لديك براءة اختراع. إلى اليوم ليس لدي، ولكن لدي الحمد لله 12 حقوق ملكية مسجلة في وزارة التجارة والصناعة، وكلها ابتكارات علمية تخدم المحيط والبيئة التي نعيش فيها. بيكون محورنا حول الحلول واقعية قابلة للتنفيذ، والحلول هذه لم تأتي من فراغ. ليس من المنطق أن أكون عايش في بيئة وأبحث لحد عن بيئة أخرى، ولكن بإمكاني أن أكون أصل من بيئة، مثلا عايش في لندن وسافرت إلى جنوب أفريقيا وجدت أنهم يحتاجوا إلى شيء معين وأطوره. فهمت علي؟ فضرورة الحاجة هم الاختراع، فلولا الحاجة فلم توجد الاختراع. بتحدث هنا عن بعض التفاعلات او التطويرات في جانب حلول خاصه بالامن والسلامه، خاصه المركبات. هذا جزء اخذته في مجال بحثي العلمي المتواضع، والحمد لله نجحت فيه كنجاح على امر الواقع ومشاركه فيه في معارض دوليه ومعارض علميه، وحظي باهتمام ولله الحمد. وللاسف لم يحظى بشرف ان ينال حق ان يكون متواجد في الساحه كمصانع ومؤسسات حكوميه تهتم بهذا الجانب وتطور وتعمم بشكل افضل. على سبيل المثال قلنا في الوقت الاخير انه صار حزام الامان هو نوع من الالزاميات الامان، وهذا شيء جميل ان يكون الناس نظاميين، وليس عندما نرى الدوريه نربط الحزام، تختفي الدوريه نفك الحزام، ما بيضرنا شيء، والله لو ندرك ما يضرنا شيء. ولكن بس الانسان عندما يلزم نفسه ويجعل قاعده لهذا الشيء، فتجد انه تلقائيا سيكون هذا الشيء جزء من شخصيته ومن كينونه حياته في جانب قياده المركبه. فالجهاز هذا هو جهاز بسيط، هو عباره عن تقنيه تلزم السائق بربط حزام الامان، ان لم يربط حزام الامان والاخوه الفنيين او ممن لديهم درايه بالاجهزه الالكترونيه، مجس مفتاح كهربائي فقط مربوط بالسلك. البعض يقول كيف؟ الامر بسيط، بس ابحث عن الحل، مش لازم يكون دائره معقده وليزر وكمبيوتر وانترنت وشبكات، لا، مرات يكون مفتاح صغير جدا في لعبه بامكانك توظفه في سياره في بيتك بشيء مش موجود. فهكذا فالحزام ان لم يتم ربطه فالمركبه لن يتحرك السلك او محرك المركبه، فلذلك ستكون ملزم ان تربط حزام الامان. واحد سالني امس يقول لو اربط الحزام واجلس، يعني بالطريقه اللي هي المداراه على القانون، يعني رابط الحزام بس وقت ما اروح احط الحزام فوق الصدر واطلع. قلت له التلاعب او عمليه انك تتوارى عن القوانين ما لها علاقه بالتقنيه وكذا، التقنيه موجوده استخدمها
الأمير مارسل، متى نشأت لديك اهتمام في الجانب الابتكار؟ هي نشأة منذ الصغر، ومثل ما سمعنا من بعض التجارب الرائعة الجميلة، نشأت معهم هواية واهتمامات في جوانب، وتطورت مع الوقت لحبهم ورغبتهم في أن يطوروا من أنفسهم، ليس فقط أن يمارسوا الشيء ويتوقفوا، لا. فكانت معي في الدراسة، وكانت معي في البيت، يعني إذا كانت عندي لعبة فيها ويرات وكذا كنت أحاول أن أفكها بعد أن تتعطل، وأحاول أعمل منها أي شيء، والأشياء كنا نعملها ما تسمى ابتكار أو اختراع، كانت أشياء بسيطة مثل مروحة، عجلة، ألوان، أشياء كذا بسيطة، ولكن كانت المتعة في الصغر ببساطة الأشياء والإمكانيات البسيطة وعدم وجود وسيلة تطور في ذلك الوقت. كنت تعرف كل الحقبة الماضية ما كانت موجودة الأقمار الصناعية والقنوات التعليمية والإنترنت في زمن اللي كنا نعيشه يعني في التبانينات. فالحمد لله تطورت لدي وكانت لدي مشاركات على مستوى المدارس ورحبة بجوائز وتشجيع. صدقوني التشجيع إن كان من شخص يشجعك معنويا أفضل بكثير من جهة مولك ماديا، لأن الإبداع لا يعترف بالمال. الإبداع هو عبارة عن منظومة رائعة جميلة هي عن طاقة داخلية إن لم تحفزها أنت في إطارها الصحيح وتحولت إلى إطار مادي فلن تخلق إبداعات جديدة، سيتوقف عن خط معين ولن يستمر. من ثم كان لدي ابتكار آخر وهو نظام للتحكم بشدة الإطار للمركبات. عندما أتحدث عن هذا الجانب البعض يسأل ماذا تقصد بتحكم بشدة إطارات المركبات؟ كنا نعلم عندما تسافر ليلا في خطوط أو طرق ليس بها إضاءة الشوارع، البعض لديه إضاءة الشفاف عالية، وهذا الأمر قد يكون بسيط لدى البعض، ولكن صدقوني في تقارير الشرطة عندما جلسنا معهم أن كثير من الحوادث بسبب شدة الإضاءة وعدم التحكم بالمركبة أثناء اقتراب المركبة، مما يعرض قائد المركبة والمركبة الآخرى التي سببت الإضاءة العالية لحرائق. فهذا النظام عندما تجي او تعكس له مركبه اخرى فقط مجرد ان تعطيه اضاءه عاليه الكمبيوتر هناك يعطي امر يخفف الاضاءه الى اضاءه بسيطه اللي هي العاديه وتتقاطع المركبه ومن ثم يرجع الاضاءه الى نظام حساسات او نظام الكتروني. والحمد لله تم تجربته بفعاليه وبنجاح، ومثل ما ذكرت لكم اللي هي الاسباب كيف عمل النظام وأدت الفكرة كيف لأننا بنرفع ركوب المركبات ونعاني من بعض الناس لجهلهم لنظام المرور. هنا مشروع اللي هو الشرط الرقمي، هذا المشروع كان في 2001 كان تقريبا في 2001 يعني قرابة 12 سنة من الآن يعني سنة من يمكن، وكان في تلك الحقبة وتلك الفترة وخبراء الاتصالات يعرفون انه ما في موجود خدمه الجي بي ار اس وتقنيه الانترنت والداتا برود باند والامور هذه، ولكن الانسان لما يطلع ويقرا ويحاول يجلس مع الخبراء كذا يتعلم منهم، وكان مطور بشكل كبير جدا، وهذا الجهاز شاركت فيه على مستوى دول مجلس التعاون، والحمد لله يعني التوفيق من رب العالمين دائما في حياه الانسان اي نجاح يحصل عليه. حصلت على ميداليتين ذهبيتين مثل ما شايفين هنا، وحصلت على ثلاث شهادات فخريه للتدريب من وزاره الشباب في البحرين على مستوى مجلس التعاون، واخرى من الامين العام لدول مجلس التعاون. وصدقوني لو خيرت بمبلغ رقم اكيد الرقم ما بيكون خيار، رقم بسيط يعني ايا كان 1000 2000 3 في وقته وانا طالب وخيرت بين هاتين، والله العظيم ميدالية واحدة عن كم من ألف. صدقوني كل إنسان لديه مرحلة يمر فيها، مرحلة في حياته، والمرحلة هذه قد يكون اجتازها بورقة A4 يس A4، الورقة هذه مسجل فيها تاريخ مثل ما ترون كأي شهادة. صدقوني عندما أمر بحالة نفسية يعني قوة الحياة والأمور الثانية وبعض الإحباطات في الحياة، أي إنسان يمر بهذا الشيء، أنجح إنسان لازم يمر
حتى في قمة النجاح مرات يمر ببعض العثرات. صدقوني أجلس وأتأمل وأحتضن هذه الحلقات المعدنية وتعيد لي الطاقة من جديد. صدقوني الإنسان الناجح نقاط نجاح في حياته هي نقاط استمرار أو جسر عبور يعمل فيها. إن لم تكن لديك قناعة بإنجازاتك حتى لو كانت متواضعة فأنت إنسان تحتاج إلى تأهيل نفسي. ويعني أقول لكم تجارب كثيرة جدا. هذا كان أثناء شرحي للمشروع في البحرين لوزير الشباب وكذا، وفي التكريم يعني كنت الحالة الوحيدة اللي كررت بميداليتين ذهبيتين على استثنائي حسب اللجان اللي تحددت، والحمد لله توفيق رب العالمين. ولعلمكم كلفت في نفس المؤتمر ان اعمل بمشروع برنامج الانحاس المهني. قالوا الشخص المكلف اعتذر من وفد السلطنه، وانت رئيس الوفد العماني. قال اخ عوض بتشيل المهمه ولا لا؟ قلت له نحن هذا الظفار نشيل، ايش عندك؟ قال زين انا ما جيتك الا اعرفك. قلت له خير ان شاء الله، حاضرين الطيبين حاضرين. فضل بلال قال والله مطلوب منا برنامج حسن ونحن مسجلين وكثير نافس فيه. قلت له من عين هذا قبل ما عاد مش طبيعي ولا برمجي ولا شيء، ولكن انسان يجتهد وله من اجره اجر في الاجتهاد ان اصاب ولك طيب له الاجر ان شاء الله في اي شيء، مش فقط في القرار والمشروع، في الحياه بشكل عام. والحمد لله استمرت عليه من الفجر حتى لا اخدم رئيس الوفد، وكل يمين انه مشاركتي فقط مشاركه كمسمى يعني شاركنا، ولم يكن في بالي ان نفوز بجائزه الاماله. وقدر الله التفاجئ هو خباها كمفاجاه. بعد قيمه الرجال نوديت للتكريم لمشروعي الرسمي اللي انا مسافر فيه والوحيد امثل محافظ الظفار. فالحمد لله قررت بميداليه ذهبيه وافتحت كثير، يعني قلت لم يذهب تعبي وعناي عرفي. وبعد ان استلمت الميداليه ورجعت اتفاجئ باسمي ينادى مره ثانيه، قلت اكيد الشخص اللي بيقرا عنده خطا يعني وارد هذا الشيء. فلان ورجع ما فلان، قلت اكيد في خطا. فقالوا لي جماعه روح استلم ميداليه، قلت خلاص هذه معلقه انا، يعني شايفين كنت معلق واحده انا، وقلت خلاص انا معلق. قال لا ذكر الحدث، قال وميداليه ذهبيه لعوض الصدر في البرامج والبرمجيات. فكان خبر مفاجئ جدا فاسعدت كثير بامانه، يعني سهري وكذا ما كان في بالي انافس فيه، ولكن قدر الله لكل مجتهد نصيب. فالحمد لله رجعت مره ثانيه وكانت ابتسامه، ممكن اكبر ابتسامه عندي كان هذيك اليوم يعني ما انساها. فالحمد لله اخذنا الميداليه الاخرى ورجعت وعاتبت رئيس المكتب، خليني كان اتحيي نفسي للحدث. يعني انا بصراحه حتى وقفت كذا لما كرر وقال انا حبيت اخليك اياها مفاجاه، لاني لما كلفتك قلت بشيل قبل ما تعرف اي شيء. ولكن ما شاء الله عليك اللجنه باركت لي، قالت عندكم شخص الحاله الوحيد اللي اخذ ميداليتين ذهبيتين في مؤتمر واحد. والحمد لله بركه وتوفيق من رب العالمين. ضروري جدا الانسان الناجح يقترن بالناجح، الانسان الرائع يبحث عن الرائعين، الانسان الناجح يصاحب الناجحين. فالاسلام يقول لك ايش؟ فلينظر احدكم من يكان. وكلنا نعلم الصاحب ساحب، ان كنت صاحب الرائع فزاد اخذ من روعته وتكون رائع مثله وتتعلم منه. وان كنت للاسف تصاحب وانت شخص جيد ورائع وصاحبت السيئين يسحبونك الى السيء، والامر ينطبق على الجميع ان كان شاب او فتاه. فضروري جدا والحمد لله انا من محبي التصوير، حتى كلفت احد انا قلت مركز علي شوي قبل الصوره كذا، لان ما مش فوتوجينيك ولكن قلت من 20 صوره طلع لي صورتين يعني. فالحمد لله. فدائما عندما اسافر مؤتمرات منطقيه نفتخر بالكفر بالناس اللي هي العلماء والدكاتره، دكتور صالح الشيداني رئيس الجمعيه العامه الملكيه، الدكتور حسن بنصره دكتور في جامعه الملك عبد العزيز في علم الفلك، وقس على ذلك الشخصيات الاخرى. هذه بعض صور من معارض علميه شاركنا فيها في خلال
تواجدنا في بعض المؤتمرات وهكذا. ايضا كان لي دور بسيط على هذا الفرق، وحاولت ان اثري جانب علم الفرق في محافظه الضفاف بعدم وجود مؤسسه كانت حكوميه او خاصه مدعومه من جهات معينه، فواجب ان تقوم بعمليه الاطلاع العلمي في جانب ثقافه علم الفرق. فالحمد لله تحركنا وعملنا راس فرقي متنقل يتحرك في اجواء او مناطق محافظه الضفاف، وايضا عملنا ندوه في مؤتمرات. المؤتمر هذا كان حول قياس سطح الارض، وكان في جامعه الضفاف، واخص بالشكر يعني كان يسمح البرنامج ان اشكر جهه معينه في شكل عمال الاتصالات، دعمتنا المبلغ وعملنا المؤتمر، وقلنا اول مركز سطح الارض على مستوى الدول المشاركه، كون اول بلد معنا كمل خمس دول، سلطنه عمان ومصر واسبانيا والجزائر وفرنسا، واول دوله تشرق عليها الشمس هي سلطنه عمان، وحظينا بشرف ان نكون اول بلد يقيس سطح الارض، والحمد لله. وهذه كان بعض الخبراء، كان الاتصال عن طريق الانترنت والاتصال الهاتفي مع الخبراء من حول العالم. هذه ورش عمل علميه وعمليه رساله، يقول والله انا مكلف بوظيفه معينه، ليش اروح؟ ليش اسوي لها؟ عندك طاقه قادر ان تعطيها، لا تدخل فيها. ما دام ربك خلق فيك قدره انك تتحرك ورغبه انك تعمل هذا الواجب، وتؤثم على علم لديك حجبته ولم تقدمه لاحقا. واذا كنت لا تعمل الا مثل التليفون الشارع تحط البطاقه تتصل، البطاقه خلصت ما تصل، فانت انسان انعدمت من انسانيتك ومن اخلاقك كشاب مسلم وطيب. والحمد لله لدينا ابتكارات في جوانب اخرى ان كانت في البيئه، المهم كل الابتكارات الموجوده تلامس واقع الحياه. انا ما بعمل ابتكار محتاجينه في سنغافوره ولا هنا، بعمل لا اعمل من البيئه المحيطه فيك. وعشان لا اطول عليكم، هذه بعض الشخصيات التي التقينا فيها وتعلمنا منها، دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، ودكتور رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وايضا شوفوا سبحان الله الانسان ايضا عندما يسافر وكذا، الحياه عباره عن محطات. اثناء سفر من القاهره الى الدوحه فوجدت مجموعه ثلاث رجال كبار، فهذا الرجل كان لديه مصحف يقرا المصحف، والله استوقفني والله المنظر الرجل هذا، البعض ملتهي بالافلام اللي في الشاشه، وبعضهم يقرا كتب البعض نايم، فاستوقفني فهذا الرجل وجلست معه وتحدثت معه، قلت له يا احد انت البركه. لعلمك انا مؤمن بما يحصل لي ايا كان، ولكن انا عندي نوع من الاطمئنان لوجود شخص مثلك يتلو القران بالطالب، فضروري جدا. فالتقطت مع صوره، هذه الصوره هي عباره عن بصمه في حياتي، وافتخر فيها بعد معرفتي للرجل او غير ذلك. على العموم في الاخير البعض ايضا يسال هل من دعم؟ صدقوني الانسان الذي لا يعمل الا بالدعم هو انسان انا اعتبره ميت. الانسان الناجح بامكانه ان يطور نفسه ويتحرك ويسعى بالامكانيات المتاحه، ولكن ان وجدنا دعم من اي جهه نحن لا نقول لا. ولكن الحمد لله لم احظى بالدعم المطلوب ان كان من جهه، ما اقول لكم انا سعيد اقول لكم الحمد لله، الحمد لله على كل حال بعد كلامي. لم احظى بالدعم المطلوب من اي جهه، كانت شركات، مصانع، مؤسسات حكوميه، ولكن عندي دعم كبير جدا من امثالكم، كل تصفيقه او كل شكر او كل ناجح هو بالفعل الدعم المعنوي هو اهم شيء في استمراريه. والحمد لله كلنا ايمان ويقين بانه ان لم نصل اليوم سنصل غدا باذن الله. واسمحوا لي في الاخير اريد ان اقول لكم الاشياء المعروضه الان هي نوع من، انا ما عندي جبل جليد، البعض يقول والله محتاج يكسر جبل جليد، ممكن كسرناه من 10 سنوات او 15 سنه، ولكن